ألف مبروك للنادي الأهلي، تحقيق الانتصار في ذهاب نصف النهائي قدام الترجي التونسي بالانتصار 1-0. النادي الأهلي مشي نصف الطريق تجاه نهائي دوري الأبطال، ولسه التأكيد في ماتش الإياب، وبالتالي في طبعا في مساحة للفرحة السريعة، ولكن ما يبقاش فيها وقت طويل عشان لسه النادي الأهلي محتاج انه يكمل الشغل اللي بدأه في ماتش الذهاب، وان شاء الله يتمم فوزه بالتأكيد في ماتش العودة السبت الجاي بإذن الله هنا في ملعب السلام بالقاهرة. النادي الأهلي لعب مباراة تكتيكية رائعة، بيتسو موسيماني درس فريق الترجي كويس جدا 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 وعرف يتعامل معاه، رغم طبعا الظروف غير الطبيعية اللي النادي الأهلي اتحط فيها قبل المباراة، طبعا أعمال الشغب اللي كلنا شفناها في ملعب رادس وقنابل الغاز اللي تم إطلاقها عشان الاقتحام اللي عملته بعض من الجماهير، أعداد كبيرة جدا طبعا. أكيد النهاردة الأعداد اللي هنشوفناها في داخل ملعب رادس تتعدى 10,000 متفرج، رغم ان الكاف كان سمح للترجي ب5,000 بس، لكن النهاردة اكيد شفنا الاعداد كبيرة جدا. لكن بعيدة عن ده، ورغم يعني تأجيل المباراة لمدة ساعة بسبب الاحداث اللي انا قلت عليها دي، النادي الاهلي عرف يتعامل فنيا مع الترجي طوال التسعين دقيقة والخمسة واربعين دقيقة التانية، كانت اكثر من رائعة خصوصا مع نزول مجدي قفشة. طيب تعالوا مع بعض كده نقرأ الماتش من البداية ونشوف بيتسو موسيماني في الأهلي عمل ايه، ومعين شعباني كان تفكيره ايه في الترجي. نبدأ بالترجي. الترجي لعب بالطريقة المعتادة بتاعته 4-2، يعني ربما 3-1 اذا اعتبرنا ان رؤوف بن غيس البلاي ميكر ما بيلعبش تالت في نص الملعب، لعيب ما عندوش قدرات دفاعية كبيرة، ولكن الراجل عنده مهارة وعنده شغل هجومي اكتر منه دفاع، وبالتالي الطريقة اقرب الى 4-2-3-1 اكثر منها 4-3-3 بوجود 3 في نص الملعب، وطبعا وجود عبد الباسط المهاجم الصريح القوي جدا بدنيا، والاثنين الفول باكس الخطيرين جدا عندنا الترجي، اقصد الياس شتي الباك الشمال وحمدي النقاس طبعا حدث ولا حرج، طبعا فول باك نادي الزمالك السابق ولاعب عنده خبره كبيره جدا، وطبعا في نص الملعب كان معاه فوسيني كوليبالي وبن رمضان. طبعا وبن رمضان كان احد الاسباب الرئيسيه في تاهل الترجي لدور قبل النهائي بالهدف الرائع اللي جابه في دور ربع النهائي. طيب النادي الاهلي كان مضطر يتخلى عن محمد هاني الفول باك في الجبهه اليمنى الاساسي بتاعه عشان محمد هاني مصاب، وبعديه رمضان بيكهام اتصاب، مبقاش في مساحه، بقى عنده الاختيار ما بين اثنين اكرم توفيق ورامي ربيعه، وتم الاستقرار في النهايه على اكرم توفيق. في نفس الوقت برضو النادي الاهلي اضطر للاستغناء عن مركز صناعه اللعب اللي بيمثله مجدي قفشه من البدايه بسبب الاصابه. طبعا مجدي قفشه كان عنده كليرنس طبي قبل المباراه، ولكن بيتسو موسيماني فضل ان هو يبقيه على دكه البدلاء ويستخدمه في الشوط الثاني زي ما شفنا، وبالتالي النادي الاهلي لعب بي الى حد ما ثلاثي في خط الوسط، حمدي فتحي عمرو السوليه وديانج، وحمدي فتحي كان الى حد ما متاخر للخلف شويه وكان بيعمل ما يشبه دور الليبرو المتقدم، وهنشرح كان ايه الفكره بتاع بيتسو موسيماني انه يرجع حمدي فتحي يبقى هو مساك كمان جنب بدر بانون عشان يسيب مساحه ليه ايمن اشرف للانطلاق. الشوط الاول النادي الاهلي كان همه جدا 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 انه يحافظ على اهم نقطه في اللعب، وهي انه يلعب الكوره على الارض، الاستحواذ في نص الملعب ده. محمد الشناوي كان دايما يبدا الكوره على الارض، كان واضح جدا ان ده امر بيتعمد لاعبي النادي الاهلي ان هم يعملوه من بدايه المباراه، نفس الاسلوب اللي عامله بيتسو موسيماني لو تفتكروا في سيمي فاينل البطوله الماضيه قدام الوداد، هو بالظبط ما اختلفش، بيمرر الكوره بشكل سهل وياسر جدا، واللعيبه بتحاول تظهر لبعض عشان يطلعوا بالكوره من على الارض، مفيش كرات طوليه هنا، الكرات الطوليه كانت تبدا فقط هنا اهو. ليه بقى؟ دي نقطه بصراحه انا وجهه نظري انها خارجه عن قدرات اي حد، دي بقى القدرات الفنيه للعيبه. قفشه في الملعب غير قفشه غير الملعب، وقفشه موجود فيه غير الملعب، وقفشه مش موجود فيه، دي بقى قدرات ما فيهاش اي شغل من الجهاز الفني. ده شفناه بصراحه. انت الشوط الاول طاهر محمد طاهر على الورق هو الجناح الايمن، لكن ما لعبش جناح ايمن خالص، الولد كان بيحاول، كان واضح جدا جدا واخد تعليمات
انه ينضم لقلب الملعب ويلعب سكند سترايكر تحت محمد شريف، ويسيب الجبهة اليمنى لأكرم طفيق هو اللي يطير فيها لوحده. أكرم طفيق النهاردة عمل مباراة بدنية أكثر من رائعة. طبعا في بعض الأحيان حمد الهوني طبعا الجناح الخطيب بتاع الترجي تفوق عليه في بعض الكرات الثنائية، إلياس شتي نفس الأمر، لكن كمجمل أداء أكرم طفيق بصراحة قدر يعمل مباراة دفاعية وهجومية وساند بصراحة في الحتة دي. ليه؟ لأن طاهر محمد طاهر كان بيضطر في الشوط الأول يعمل دور قفشة. طبعا طاهر ما عندوش المهارة وما عندوش الفيجن الرؤية زي قفشة، ولكن هو حاول ان هو يعملها ويحاول يوجد مساحات لزمايله، حاول يسدد، حاول يعمل بعض الأدوار دي، ولحد ما هي مقبولة من وجهة نظري. ولكن أكيد لما قفشة نزل شفنا شكل مختلف تماما لأداء مركز صانع الالعاب. وعلى الناحيه اليسرى صلاح محسن كان واضح جدا عنده تعليمات ان هو لما الكره توصل للمنطقه دي يحاول يعمل حاجه من اتنين، يهرب من ورا حمدي النقاز لان حمدي النقاز بطيء، وبالتالي تم وضع صلاح محسن ان هو لعيب سريع، فكانت الكره تتلعب له من وراه، وكان المفروض انها جابها تبقى سريعه على حمدي النقاز، او ان هو ينضم مع محمد شريف كمهاجم تاني لما الكره توصل لمنطقه جزاء نادي الترجي. وعشان كده الكرات الطولية كانت بتبدأ عند النادي الأهلي أول ما الكرة توصل هنا، يعني النادي الأهلي بيبدأ البوزيشن جيم بتاعه أو لعبة الاستحواذ في الربع الأول أو التلت الأول عنده في نص ملعبه. أول ما الكرة كانت بتوصل هنا كنا على طول بنلاقي ديانج أو حمدي فتحي أو عمرو السولية أيا منهم يتواجد في الحتة دي على طول بيعمل الكروس العكسي للجبهة الأخرى أو يلعب الكرة الطولية لمحمد شريف خلف المدافعين بدران واليعقوبي. ليه؟ هو الناس واضح جدا خط دفاع نادي الترجي بيمتاز بالبطء ما عدا لعيب واحد، الياس شتي. الياس شتي الوحيد اللي عنده السرعه، انما حمدي نقاز، محمد اليعقوبي وبدران الثلاثه بصراحه بدران طبعا افضلهم كدفاع، ولكن تقيل في الحركه، بطيء، وبالتالي كان النادي الاهلي خطته بيحاول ان هم يلعبوا الكرات الطوليه المتسقطه في خلفهم، ولكن هي في الشوط الاول ما نجحتش، بس كان في محاولة، يعني كان في فكرة الفرقة بتحاول تعملها، وده يدل ان الفترة النادي الاهلي خدها راحة بيتسو موسيماني اشتغل عليها تكتيكيا كويس جدا جدا جدا، وشفنا ان كل لاعب بيعمل دوره في الجزء الخاص بالملعب، ودي حاجة جميلة جدا في الشوط الاخر. ربما البعض شوف الشوط كان ممل، شوف ما فيهوش يعني فرص كتيرة، ربما بس هي الكرة بتاع محمد شريف اللي جات هدف كالتسلل، وفرصة أخرى لمحمد شريف لما تلعبت من كرة ثابتة، بس لحد ما الأهلي كان شكله في فكرة الفرقة بتحاول تعملها، وبالتالي بقى هنا في شغل للمدير الفني وفي شغل للجهاز الفني كانوا بيحاولوا ينفذوه. طيب الشوط الثاني النادي الاهلي طبعا خلاص احنا يعني اتكلمنا عن النادي الاهلي في الشوط الاول، ونأكد ان الترجي كل ال 45 دقيقه الاولى مفيش اي خطوره على مرمى محمد الشناوي، صفر. النهارده حمد الهوني من على الشمال ومعاه الياس شتي، ومن الناحيه اليمنى حمدي النقاز وتوجاي فشلوا تماما ان هم يخترقوا الجبهات دي، وكان اخر محاولتهم بس ان هم يرسلوا الكرات العرضيه او يحاولوا يضغطوا عن النادي الاهلي وهو بيلعب لعبه الاستحواذ عشان يخطف الهجمه ويقلبها لهجمه مرتده، او يحاول ان هو يهدد مرمى محمد الشناوي. وشفنا بس هي بتاعت حمد الهوني اللي اخترق من الجبهه اليسرى، دي كانت مره واحده، لكن بخلاف كده مفيش اي هجمات اخرى، وما اعتقدش محمد الشناوي حتى اتحط في اي اختبارات في الشوط ده. الشوط الثاني او محمد الشناوي عشان نقول برده الحته تبقى واضحه جدا، هو بس اختبار الوحيد الكوره لما بن رمضان اخترق من الجبهه اليمنى ومحمد الشناوي حط ايده من على الكوره وهي على الارض، وهنعتبر ده الاختبار الوحيد اللي محمد الشناوي تعرض له. الشوط الثاني نقدر نقول بعد نزول مجدي قفشه كبلاي ميكر الوضع اختلف تماما في ارض ملعب. انت كمشاهد بتتفرج على المباراه هتبدا تحس ان الفرقه اتظبطت، المسافه والمساحات ما بين لعيبه النادي الاهلي بقت قريبه. ليه؟ النهارده طاهر محمد طاهر قدر ان هو يروح هنا على اليمين، ومجدي قفشه وقف هنا، وبدا النادي الاهلي يلعب باتنين في نص الملعب ويقف الوقفه المعتاده بتاعته، ومفيش اي مشكله ومفيش اي يعني ازمه في نص الملعب. وبالتالي بنشوف ان في الحته في بدايه الشوط قبل زو بس مجدي قفشه، اقولها سريعا، ان حمدي فتحي
كان واضح ان عنده بعض التعليمات انه يرجع كما الساك مع بدر بنون عشان يسيب ايمن اشرف يعمل عملية بناء اللعب ويتقدم، ودي كانت واضحة جدا، وحمدي فتحي كان بيتأخر ليه مركز المساك. لكن انا عايز اتكلم خصوصا على الحتة او الفترة اللي نزل فيها مجدي قفشة. مجدي قفشة لما نزل كبلاي ميكر بقى يا جماعة، خلاص نص ملعب نادي الترجي كان بيعاني بدنيا، فوسين كوليبالي طبعا كلنا طبعا عارفين كوليبالي في نص ملعب الترجي بقاله فوق الست سنين مع الفرقه دي، وكان موجود هنا حتى لما الفريق لعب في بطوله عربيه هنا في اسكندريه، وتفتكروا لما كسبوا فيصل الاردني في استاد اسكندريه، فلعيب كبير في السن وبالتالي ما يقدرش يلعب قدام النادي الاهلي القوي بدنيا بنفس النسق لمده 90 دقيقه كامله، وبالتالي شفنا الترجي بيقع بدنيا بعد الدقيقه 60. وكان اختيار موسيماني انه ينزل مجدي قفشه في الدقيقه 58 او 60 كان اختيار موفق جدا 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 جدا. ليه؟ عشان يبدا يلائم زحمه. فعلا شفنا هجمات كتيره نص ملعب نادي الترجي، الحته دي كانت فاضيه تماما للثنائي مجدي قفشه واليو ديانج. اليو ديانج وانس ان هو خد الكره وفتح السبرنت، الدوسه اللي عملها دي تخيلوا بيزق الكوره في نص ملعب نادي الترجي محدش بيواجهه خالص. وطبعا محمد شريف، مين احسن من محمد شريف انه يكسر مصيدة التسلل ده؟ أما أنا بتكلم عليه من ساعة ماتش مصر المقاصة في بداية الدوري الأهلي السنة دي، محمد شريف أفضل مهاجم بيعرف يجري ما بين اتنين مساكين وقدر إنه يجيب الهدف. بعد الهدف وجهة نظري إن الأهلي كان عنده مساحة وكان عنده فرصة كبيرة جدا في وسط انهيار بدني وانهيار معنوي للعيبة نادي الترجي إنه يجيب التاني والتالت لو كان فيه يعني نية عند اللعيبة، لكن واضح إن كان فيه تعليمات هد الريتم، إحنا عايزين نمسك كورة، أوكي مفيش مشكلة نلعب لعبنا، سنحت الفرصة أوكي، ما سنحتش دور الكورة مرة واتنين وتلاتة واستهلك الوقت بشكل شرعي واستهلك الوقت بشكل منظم عشان إحنا حابين نلعب بالطريقة دي. واضح جدا كمان لعيبة الترجي فعلا حسوا ان هم مش قادرين. معين شعباني في نهاية المباراة حاول ان هو يزود من اعداد اللعيبة طويلة القامة عشان يلعب على الكرات العرضية، لكن ميزة نص ملعب النادي الاهلي حتى في الربع ساعة الاخيرة انه مش مديله مساحة انه يلعب في نص ملعب براحته، وبالتالي كان بيضطر ان هو يلعب كرات طولية لحمد الهوني وإلياس شتي على جبهة اكرم توفيق في نهاية المباراة، لكن الجبهة دي تم غلقها لما نزل حسين الشحات اللي في وجهة نظري بيرجع يدافع احسن من طاهر وكمان عنده سرعة. حسين رجع عمل ثنائية مع اكرم توفيق ومع رامي ربيعة في نهاية المباراة لما نزل بديل لاكرم، وقدروا يقفلوا الجبهة دي تماما قدام حمد الهوني قدام الياس شتي اللي كانوا بيحاولوا يعملوا كرات عرضية كتير، ما كانش في وقت خاص قدام الترجي، كان اقصى امل له ان هو يرجع بهدف التعادل، لكن الحمد لله ده ما اتحققش. بيتسو موسيماني في وجهة نظري نجح تماما في ادارة المباراة على 90 دقيقة، اختار التكتيك المناسب لكل يعني حقبة في المباراة، كل فترة في المباراة اتعامل معها بشكل جيد جدا جدا. كان ممكن الاهلي بصراحة في وجهة نظري يجيب التاني، وكان طبعا 2-0 في رادس تبقى حلوة وتأمن لك اكتر من ماتش الاياب هنا في القاهرة، لكن الحمد لله نتيجة 1-0 انتصار جيد جدا ونتيجة رائعة قبل مباراة العودة، لكن لازم يتم وضع في الحسبان الشغل ان يستمر، لان لا قدر الله لا قدر الله هدف للترجي في ارضنا هنا يقلب لنا الموازين، ده حاجه احنا ما نتمنهاش وما نحبهاش، فبالتالي محتاجين نشتغل، محتاجين ما نبالغش في الفرحه زياده خلال الاسبوع ده. ان شاء الله باذن الله باذن الله يوم السبت الجاي النادي الاهلي يقرر انتصاره على الترجي، وبعد الماتش ده نفرح كتير نفرح شويه قبل ان شاء الله مباراه الفاينل اللي هتتلعب في المغرب منتصف شهر يوليو اللي جاي. مره ثانيه الف مليون مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي كلها الانتصار النهارده، وباذن الله باذن الله يتم تاكيد التاهل ان شاء الله في ملعب السلام يوم السبت الجاي. دي كانت حلقتنا النهارده من ترند يلا كوره، كنت معاكم كريم سعيد.